اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتشاها منه الفيوض الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد محمد رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل رايات دعوتك الشاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفضل في كل موطن من مواطن القلب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساق كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدب ولأحدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيئة بالإحسان والسائلة بما سأل والمؤملة بما أمر وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وواله وظاهره وأمة ببركاته وشرف وجهته أولادنا وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهاد وأدب راية الدين القويم في جميع الأبطال المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا
fil hirzil makini minat zunubi wal khotoya wa adilna fil amali bita'atika wa sidakin fi hikmatika qa'imin wa idha tawafaitana wa tawafana muslimina mu'minin wa ahtim lana minka bi khairin ajma'in wa salli wa sallim ala hadal habibin mahmud.